السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنشوف شركات كتيرة انترناشونال بتعمل خدمات للموظفين بتوعها هايلة، تعمل لهم مثلا صالة بينج بونج، تعمل لهم يلعب بلياردو، يعملوا والحاجات دي كلها. ومن أروع الشركات طبعا جوجل، فيها خدمات كتيرة جدا، وأي حد بيقترح حاجة بيقول إنه محتاج كذا. لو عايز يعني يجيب أي حيوان يقدر يجيبه بشرط إن محدش يتضايق منه أو ما يعملش مشاكل مع حد. تقدر تعمل اي حاجه في المكتب بتاعك براحتك، تقدر تخلي المكتب بتاعك عباره عن مخدات مفيش مشكله، واذا عايز تنام في اي وقت في مكان مخصص للنوم. بس يعني احنا على طول بنقعد دول الشركه بتاعتنا وحشه واللي ما تعملش كده و و بس خلينا نقف وقفه كده مع نفسنا. لو شركه من الشركات اللي احنا شغالين فيها عملت ولكم مثلا مينج بونج، هتلاقي الناس كلها سايبه الشغل وقاعد 24 ساعه هناك، يقول لك ايه على قد فلوسهم وخلينا نغير جو وينسى شغل خالص. هناك بقى في ثقافة، انا بنزل 10 دقايق ربع ساعة بجدد النشاط بتاعي وبعد كده ارجع اكمل الانتاجية بتاعتي واعمل انتاجية كويسة، انما احنا هنستغلها غلط. فهو محتاجين تغيير للوعي، والموضوع بسيط يعني، محتاجين الموظفين انا مش بدور على حاجة ان انا اعاقب بها مدير الشركة او ان انا قدر الامكان ما اشتغلش. انا بشوف بعض الناس كده يقول لك انا قدر الامكان مش عايز اطلع انتاجيه، المهم عندهم عندي عدد ساعات وخلاص، ولو في فرصه ان هو يتفرج على التلفزيون او يلعب موبايل ممكن يقعد ال 24 ساعه. تمام. فالفكره كلها تغيير ثقافه. كان في صديق سافر المانيا وبعد كده قاعد بقى ايه بيسمع محاضره، ففي مهندسه جنبي فجاي كلام معاها ما ردتش عليهم وما عملتش يعني، حسيت كده يعني مش ترد علي ليه. اول ما الشغل خلص او المحاضره خلصت لا جابت له زي سيف الاب وبدات تتكلم معاه، فبيقول لها في، قالت له وقت الشغل شغل ووقت اللعب لعب. بعد كده خرجوا، ففي واحد اثناء الشغل بالبدله كان متجهم كده حاسس انه حته الجليد، اول ما خرج جاب كره وقعد يلعب بيها ونططها في البريك. كان هو برضو شغال ف بيعمل بوردات وحاجات زي كده، فاول ما جت الساعة 6 قال لك يعني اكمل الحته دي واخلص وبدل ما ترمي. فالمدير قال له خلاص الساعة 6 جت ونروح فلازم نمشي، فقال له خلاص دي واخد يعني مش عايز اوفر تايم بس المهم يعني خلاص. راح واخد ورمي قال له بص، وقت الشغل ما بنلعبش فيه ووقت خلاص المروح ما بنشتغلش فيه، نركز هنا ونركز هنا. تمام. فدي من الحاجات الكويسة جدا ان يبقى عندنا وعي بان وقت الشغل بنشتغل بضمير، وبعد كده بريك بقى ما فيش حد من المديرين يستغل الموظفين وبعت له ايه وانت في البيت بقى خد ايه رشات الملفات دول.